أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مركز توثيق جرائم الحرب يسلط الضوء على معاناة 5 قرى في محافظة الأنبار. في صحيفة المدى، البرلمان يقدم 35 تعديلا على الموازنة والحكومة تعتذر عن قبولها. وفي الزمان، قوى سياسية تتجه لتشكيل جبهة ضاغطة على حكومة كردستان. وجاء في الخليج أونلاين، العبادي يتحدى القوى السنية بإجراء الانتخابات في أيار المقبل. وفي صحيفة العرب اللندنية، الشرطة العراقية مقتل 45 عسكريا ومدنيا في هجمات في الحويجة. وفي صحيفة العربية الجديد، هنية واشنطن عرضت على قيادات فلسطينية عاصمة في أبو ديس. وجاء في القدس العربي، المعارضة السورية ترفض المشاركة في سوتشي، وموسكو تعرض رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات. مما دار من حديث عن جدوى المشاركة في العملية السياسية، لم يبقى عراقي إلا وعبر عن وجهة نظره تجاهه لما فيه من تماس مباشر مع واقع الحال، لا سيما وأن تجربة تلك السنين أثبتت أن جل نظريات الدعوة للمشاركة السياسية في ظل النظام الحالي في العراق هي مجرد كلام لا يستند على حقيقة. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إنه مع وصول حال سنة العراق إلى هذه المرحلة المظلمة من تشريد وشتات في مخيمة النزوح ودمار في المدن، يلفت الانتباه ما يتم تداوله مؤخرا من دعوة المكون السني للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وكأن شيئا لم يكن. لقد وصل الحال بأحد الدعاة المرابطين على أبواب العملية السياسية أن يقول: شاركوا ولو لم تحصلوا إلا على مسمار في جدار البرلمان. يقول هذا وهو يدرك جيداً أن المسمار المنشود لن يعطى لهم حتى لو استقطبوا سنة العالم أجمع للمشاركة في منظومة أنشئت أساساً على المحاصصة والتقسيم الطائفي. ورضي المشاركون بنصيبهم الذي يتدنى بين كل دورة انتخابية وأخرى، حتى باتوا محترفين في ممارسة سياسة التنازلات والرضا بمستويات أدنى عن طموحاتهم. وصار الخروج عن الناس بوجه ملؤه الكذب، وهم يتجاهلون وعوداً قطعوها وشعارات رفعوها لم تتحقق ولن تتحقق. ومن المفارقات أن صاحب المسمار لم ينجح في أي نظرية قدمها طوال حقبة العملية السياسية، ولم يجد مساحة أرض لتطبيق ما كان يدعو إليه من تقسيم البلاد بدعوى الفيدرالية والإقليم السني، ولم يسمح لأي واحد ممن كان يصفهم بأنهم القوى الفاعلة التي يعتمد عليها داخل العملية السياسية للبقاء في المواقع التي منحت لهم، بعدما كان يدعي أن مشاركتهم ستفضي إلى تنفيذ مشاريع وإجراء إصلاحات، وما هي في الحقيقة سوى مجرد شعارات تتلاعب بمشاعر الناس لأنها ذات خطاب طائفي خالص. الكاتب يتساءل كيف يريد المسماريون مجدداً تحقيق مشاريع وطموحات في ظل الظروف الحالية لسنة العراق بدعوتهم للمشاركة في الانتخابات في حال أجريت في موعدها الذي لا يعرف أحد منهم هل ستجري فعلاً أم لا، وكيف يريدون إقناع الناس المحتجزين في سجون كبرى بمخيمات النزوح بأن عليهم أن ينتخبوا ويدعموا المشاركة السياسية التي يتلذذ بها أشخاص فارهون في العيش والأمن والحرية، في الوقت الذي لا يجد أحدهم قطعة خبز يسد بها رمق أطفاله الذين تطرقهم الأحداث على مدار الساعة. توضيح وزارة التجارة بشأن عدم تسليم البطاقة التموينية للمواطنين إلا بعد تحديث بطاقة الناخب
والتسجيل البيومتري لم يحل العقدة بل زادها غموضاً. المعادلة المطروحة من قبل الحكومة بسيطة، البطاقة التموينية مقابل بطاقة الناخب، سواء أرادت الحكومة استخدام كلمة حرمان أم لا فالنتيجة واحدة. صاد عراجي يرى في صحيفة المدى أن هذه الخطوة ليست جديدة، فمع كل انتخابات تطلق الحكومة وقواها السياسية محاولات تخويف بهدف دفع المواطن لإصدار أو تحديث البطاقة الانتخابية التي تعتبر ركيزة أساسية للعملية الانتخابية. القوى الحاكمة بلا خيال، فهي تكرر التهديد بالبطاقة التموينية والراتب قبل كل انتخابات، بالإضافة إلى أفلام الأكشن والرعب التي يتحدث عنها القادة الحزبيون في حال عدم إجراء الانتخابات والمشاركة الواسعة فيها، وكأن الانتخابات منعت الكوارث من التتابع على البلاد، في حين أن أسوأ الكوارث تأتي بعد الانتخابات بوقت قصير، ليتبين أن توقعات قادة الأحزاب كانت تعني العكس تماماً. القوى الحاكمة تحضر المسرح الانتخابي دائماً بمهارة، تبدأ بتشكيل مفوضية انتخابات على مقاسها، ثم تشرع قانوناً انتخابياً يحقق طموحاتها بدقة عالية، ولاستكمال المسرح تحتاج القوى الحاكمة إلى حضور جماهيري واسع للتغطية على ترتيباتها. العراق يشهد الكثير من المفاجآت، لكن يبقى المشهد الانتخابي على ما هو عليه والنتائج هي نفسها تقريباً. البطاقة الانتخابية تهم قوى الحكم أكثر من الناخب نفسه، فهي مفتاح التلاعب بالتصويت سواء حضر الناخبون أم لا. يبقى أن قوى السلطة مهووسة بكل ما هو مليوني، لذلك تريد مشاركة كبيرة وبأرقام غير واقعية ولا منطقية، لأن الضجيج يغطي على الأخطاء والفضائح والجرائم، وهو مطلب لكل سلطة تواجه أزمة. الكاتب يقول إن على قوى السلطة أن تشحد مخيلتها لابتكار أساليب جذب إلى الانتخابات لتحقيق رغبتها بعرس انتخابي دون أن تتعرض للسخرية. فتسليم الراتب والحصة التموينية حيل قديمة، وصفقة تبادل البطاقات الانتخابية بالتموينية مضحكة، والظرف لا يسمح بشائعات عن فتاوى تدعو للمشاركة في الانتخابات. يمكن للسلطة أن تكون أكثر عقلانية إذا أرادت عرسا انتخابيا عن طريق سهل، مثل منح 25 ألف دينار لكل من يشارك في الانتخابات كبدل نقل أو خطورة أو بدل صبر. معظم القيادات الحالية الحاكمة في العراق هم من كان يطلق عليهم بالتوابين في معسكرات الأسرى الإيرانية، والذين أوغلوا في تعذيب وقتل الأسرى العراقيين في تلك السجون. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه القيادات الحاكمة تتعامل مع العراقيين على أنهم شعب من التوابين، يجب عليهم أن يرضخوا لمعادلة مبادلة الولاء للوطني والهوية الإنسانية بالولاء للملال وعقيدتهم. الكارثة أنهم يتعاملون مع كل العراقيين كشعب ينبغي عليهم أن يكونوا من التوابين في معسكرات الأسر الإيرانية، أي أن عليهم أن يتوبوا عن جريمة الدفاع عن وطنهم في الحرب مع إيران، ويدفعوا ثمن ذلك الصمود، ويدفعوا كفارة عن سيئاتهم التي تسببت في تجرع وليهم وفقيههم ومرشدهم السم، لأن مرارته أوقفت الحرب وحلت السلم بين البلدين المتحاربين. لا غرابة بما جرى للعراقيين، فمن بدت عليه علامات التمرد أو الرفض أو فقط عدم القبول بمنهج التوابين على الطريقة الإيرانية مع الأسرى، تمت معاملته وفق إجراءات التدريب القديم، إما بالقتل أو التهجير أو تدبير المكائد أو بالتشهير أو توغلاً في شن العمليات الحربية لتحويل محلاتهم السكنية إلى مقابر جماعية وتحت رعاية وحماية القانون الدولي، أو في الإذلال والإهانة، وتلك خارج اهتمامات المنظمات الدولية والإنسانية لأنها لا تخضع للإحصاءات والأرقام. هناك من ارتضى تغييب وعيه ليستمر في الحفاظ على حياته تحت كل الظروف، مستسلماً لخادعة شركات المحاصصة الطائفية في برامجها الانتخابية التي تربط وجوده وبقاءه رهناً بعذابات أخيه في الوطن، أو بالأحرى أخيه في معسكرات الأسرى.
الكاتب يرى أن معضلة حاضر العراق في تجاوز الانقياد الأعمى لقوات معسكرات الأسر الإيرانية والانتفاض على هؤلاء التوابين الذين يتحكمون بالعملية السياسية في العراق، مشيرا إلى أن الزاد في هذه المحنة هم المئات والآلاف من الأبطال الذين قاموا سجانيهم في معسكرات بروجند وبراندك وآراك وغيرها، وإلا فإن أجيالا من التوابين عن عراقيتهم سيتم تخريجهم في دورات الحكومات الإيرانية المتعاقبة. انتهى العام الحالي بانتصار دولي مدول للفلسطينيين في الأمم المتحدة ضد قرار ترامب، مثلما انتهى عام 2016 بقرار صاخب ضد الاستيطان امتنعت خلاله واشنطن عن التصويت، وكأن كل عام يجب أن ينتهي باسترضاء الفلسطيني بالفتات وإعطائه جرعة محدودة الصلاحية من أمل كاذب بسنة جديدة قد تحمل له الفرج. فاتنة الدجاني ترى في صحيفة الحياة أن ما حصل هو انتصار بطعم العلقم حين يكون الانتصار على الورق وتضيع القدس على الأرض. المفارقة أن قرار ترامب نسخ وألغى مفاعيل تصويت واشنطن في مجلس الأمن العام الماضي ضد الاستيطان، فتشريع احتلال القدس أطلق يد إسرائيل بخطة ضخمة لبناء 1,000,000 وحدة سكنية في الضفة الغربية في غضون 20 سنة، ثلثها تقريباً في القدس المحتلة. فكيف إن كان أحد تداعيات قرار ترامب إحباط الربيع الفلسطيني الذي بدأ يزهر مع بلوغ الربيع العربي نهايته؟ على الرغم ذلك، الحصاد الفلسطيني لهذا العام لم يكن هزيلاً. يكفي أن أهم إنجاز للسلطة الفلسطينية هو صد خطة السلام الأمريكية التي هي أساساً خطة إسرائيلية، بل أشد نسخها تطرفاً. ماذا سيتبقى بعدما حصلت إسرائيل على القدس والاستيطان بضربة واحدة وتشترط الاحتفاظ بالأغوار واعترافاً فلسطينياً بيهوديتها، أي تنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين، ثم تريد دويلة فلسطينية منزوعة السلاح؟ ماذا تبقى؟ الحدود؟ أي حدود؟ ومن من الفلسطينيين سيقبل بتوقيع اتفاق الاستسلام هذا؟ أما مفاجأة السنة فهي إنهاء الانقسام الوطني بين حركتي فتح وحماس. على رغم ذلك، فالمصالحة تترنح تحت وطأة ملفات كثيرة لم تنجز بعد، وهذه تبقى التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين. الكاتبة ترى أن هبة القدس للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك إزاء تربص الاحتلال الصهيوني باسم البوابات الألكترونية والكاميرات هي النقطة المضيئة في هذا العام. إنها بداية التحول والاعتماد على الذات والثقة بالنفس وبالفعل الجمعي، وبأهمية المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الذي اضطر في النهاية إلى التراجع. التاريخ سيذكر عام 2017 باعتباره عام منح القدس لإسرائيل بقرار أمريكي، ولكن لأنها القدس سيكون 2018 عام التحولات. فتحت المعارضة السورية الأبواب على مصراعيها لكل التكهنات المتعلقة بقرارها حضور مؤتمر سوتشي من عدمه، إذ هذه المرة لم تتراشق كيانات المعارضة الاتهامات فيما بينها في مشهد اعتاده الشارع السوري قبيل كل حديث عن مؤتمر أو اجتماع يلوح في الأفق. سميرة المسالمة ترى في صحيفة العربية الجديد أن المعارضة السورية اختارت في هذه المرة أن تقدم إجابات مرنة بشأن مؤتمر سوتشي يمكن أن تحمل معنى القبول بقدر ما تحمله من إمكانية الرفض. هكذا ثمة أسئلة مهمة مطلوب الإجابة عليها تسبق موافقة المعارضة على حضور مؤتمر سوتشي أو عدم ذلك. منها أولاً، من هي الجهة التي تقرر أسماء المعارضين المدعوين؟ وما هي نسبتهم إلى كامل عدد الحضور؟ ثانياً، كيف سيتم تشكيل لجنة صياغة الدستور؟ هل بناءً على التمثيل العددي للحضور من المعارضة والنظام؟ وأين يمكن تصنيف الأحزاب المرخصة لدى النظام والتي تعمل بتمويل منه وبرعايته تحت مسمى معارضة الداخل؟ ثالثاً، هل سيتبنى المؤتمر القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع السوري مرجعية أم سينشئ مرجعيته الخاصة؟ واضح أننا الإجابة على كل هذه الأسئلة شبه محسومة لدى الجانب الروسي الداعي إلى المؤتمر،
لكن المعارضة تريد تجنب الدخول في تفاصيل من شأنها أن تعكر ما تعتبره إنجازاً لها في جولة جنيف 8 التي لم تحدث أصلاً، حيث يعتبر الوفد المعارض أنه حقق إنجازاً تمثل في مفاجأته العالم بوحدته، وأنه أنجز جولة أكثر واقعية من سابقاتها، مع أن الجميع يعلم أن هذه الجولة فاشلة مثل سابقاتها وأنه لم تحدث فيها أي مفاوضات. الكاتبة تشير إلى أن هناك لغة تجديدية في أوساط كيانات المعارضة السائدة تعتمد المرونة والتروي في اتخاذ القرارات، ليس بسبب ضبابيتها ولكن لأن هذه القرارات اليوم لم تعد مرتبطة بقرار الكيانات قدر ارتباطها بالجهات الدولية والإقليمية التي ترعى هذا المؤتمر، وتتقاسم سلفا ثمار نتائجه لجهة مصالحها أولا، ومن ثم إسقاط هذه النتائج على تقاطعات الكيانات التي تجمعت ضمن وفد الهيئة أو في محيط عملها كحال وفد أستانا مع اختلاف الجهات الراعية لهم. اعتبرت مجلة ناشيونال انترستيت الأمريكية أن إيران تمثل مشكلة أكبر من تهديد كوريا الشمالية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه عقب الاتفاق النووي الذي وقعته الدول 5+1 مع إيران الذي عرف باسم صفقة النووي، فإن طهران حصلت على مليارات الدولارات من جراء تخفيف العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وهذا الأمر أسهم في زيادة فعالية إيران الخارجية التي باتت من خلالها تهدد الاستقرار الإقليمي من خلال وكلائها المنتشرين في العديد من الدول. المجلة تقول أن الشرق الأوسط يعيش اليوم حالة من الغموض، حيث تهدد الحروب التي تشنها إيران بالوكالة كل من العراق وسوريا ولبنان ومالي. لقد كان الهدف من الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران هو تشجيعها من أجل بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين إيران والغرب وطهران ودول الشرق الأوسط السنية، إلا أن الملاحظة أن إيران زادت من تهديداتها للولايات المتحدة من خلال محاولة استهداف سفن أمريكية قبالة اليمن من خلال الحوثيين وكلاء إيران في المنطقة. وترى المجلة أن الاتفاق النووي مع إيران الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما قد بني على معلومات كاذبة، لأنه لا يمكن التصديق بأن إيران يمكن أن تتخلى عن كونها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وتقول المجلة إن الإيرانيين حصلوا على أفضل ما لدى أمريكا والغرب على طاولة المفاوضات، فعلى الرغم من الاتفاق النووي فإن أجهزة الاستخبارات الألمانية قالت إن إيران ما زالت تحاول شراء معدات نووية غير مشروعة من ألمانيا، كما أن طهران فتحت خزائنها لتمويل ميليشيات إرهابية في العديد من دول الشرق الأوسط في إطار سعيها للسيطرة على تلك المنطقة. المجلة تختتم تقريرها بالقول إن رفع العقوبات عن إيران أسهم في زيادة النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يدفعها إلى زيادة الإنفاق على وكلائها في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران أكسبها قوة كبيرة وتأثيرا أوسع، ومن ثم باتت المشكلة معها أكثر صعوبة في التعامل معها للعام المقبل أو ربما السنوات المقبلة حتى. أصيبت امرأة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالصدمة الشديدة عندما تلقت فاتورة كهرباء تبلغ قيمتها أكثر من 28 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت صحيفة المستقبل اللبنانية إن ماري هورومانسكي لم تصدق ما رأت ولم تحتمل وقع الصدمة الشديدة عليها عندما تلقت فاتورة من شركة الكهرباء تبلغ قيمتها 28 مليار دولار و460 مليون دولار أمريكي. وقالت ماري في تعليق لها على صفحتها على فيسبوك: أعتقد بأن هذا المبلغ يتجاوز مقدار ديون الولايات المتحدة،
إذا بعنا كل ما نملك وعملنا لمدة 100 عام فلن نتمكن من تسديد جزء بسيط من مقدار الفاتورة. من جهته صرح ناطق باسم شركة الكهرباء قائلا: شركة الكهرباء قامت بتقصي الأمر وتصحيح الفاتورة التي تبين بأن مقدارها لا يتجاوز مبلغ 284 دولار أمريكي. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.